لا يختلف اثنان أن بلادنا تزخر بالعباقرة والمبدعين، وإن الجزائر الجديدة تحت القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لا تحتضنهم وتمنحهم كل السبل لتفجير طاقاتهم ومواهبهم الخلاقة، وإنني في كل مرة أرى فيها مثل هذا الإبداع مثل هذا الإبداع أطمئن لمستقبل بلادنا، فهي بين أيد أمينة وعقول نيرة. المسابقة الوطنية التربية أب تشالنج 2023 وانتقاء الفائزين الذين سيكرمون اليوم، وهم 6 في فئة مشروع مبتكر و6 في فئة مؤسسة ناشئة. ومن المكرمين أصغر مشاركة في المسابقة وهي تلميذة في مرحلة التعليم المتوسط، يتمثل مشروعها في منصة إلكترونية لتسويق لخدمات التعليم الخاص في مختلف التخصصات لغايات الإعلام الآلي، برمجة، قرآن كريم، رياضيات إلى آخره، بحيث تكون المنصة وسيطا بين مقدمي الخدمة من أساتذة ومدربين وطالب الخدمة من أطفال وتلاميذ وطلبة. كل المشاريع المبتكرة التي تم انتقائها تقدم فعلا قيمة مضافة، وما يدعو للافتخار أيضا هو تنوع ولايات انتماء الفائزين في فئة مشروع مبتكر، فكل الجهات لوطننا المفدى ممثلة. وحتى المؤسسات الناشئة المشاركة في المسابقة والتي تم انتقاؤها قدمت مشاريع متميزة.